مزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة السفير. أهلا، مساء الخير. كيف تقرأ يعني هذه الاستفزازات الإسرائيلية إن صح التعبير المتواصلة في الضفة الغربية، والذي يعني تأتي بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ جبروت لا يرضى عنه الله ولا أي مؤمن بالله. منع الصلاة أو القول أن الصلاة يلزمها تصريح شيء غير وارد، ولو أننا فعلنا ذلك في المعابد اليهودية لدينا في البلدان العربية لكانت قضية يعني. واسمح لي أقول من الذاكرة أن لما أقامنا كوبري كان سيعبر بجوار مقابر اليهود في القاهرة، جاءني سفير أمريكا وجاءني سفير جيراننا يسألوني أي توضيح يطمنوا أن احنا لن نمس بمقابرهم، ده الوضع. فبالتالي ده شيء لا نظير له، وده يعني أنا أعتقد بديت أعتقد أن ده استفزاز مقصود يعني عشان يوري الصلف والغرور وأن هو ما حدش يقدر يعمل له شيء. الله أكبر على كل هؤلاء، وبإذن الله الشعب الفلسطيني أقول له إنا لمنتصرون، لأن الصمود الفلسطيني حيجنن قادة إسرائيل. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في حرب قذرة كهذه لمدة طويلة، لأن باعتبار التعداد السكان لا تستطيع إسرائيل أن توظف جيش لمدة طويلة، وبالتالي هي محتارة بين جبهة جنوب لبنان أو سوريا وبين جبهة غزة وجبهة رفح إلى آخره. إن شاء الله ما علينا إلا الصمود مع إن شاء كل الله. الحقيقة إنه الشعب الفلسطيني أعطانا جميعا درسا في الصبر يعني والتحمل يعني برغم كل هذه يعني الأعمال من العنف ضد الشعب الفلسطيني، حتى من دخول مسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة. طيب سيادة السفير، يعني كيف ترى خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية هذه الأيام؟ يعني هو انا شايف ان احنا الى حد كبير رغم الالم الشديد اللي سببه لنا ما يجري لاخواننا الفلسطينيين، لكن لا شك ان القضيه الفلسطينيه كسبت بهذه التضحيات يعني خطوات بارزه الى الامام، بحيث صار كل انسان لا يدعي ابدا انه لا يعرف بما يجري على الارض الفلسطينيه. حتى زعماء اليهود من العقلاء في الولايات المتحده واوروبا بل في اسرائيل نفسها صاروا يطالبون الأخ رئيس الوزراء أن يتخلى عن منصبه، وصار من المعروف أن رئيس الوزراء له مصلحة شخصية في استمرار الحرب، لأنه يعني مطلوب للعدالة في أكثر من قضية، وهذا الحرب تجعله يبعد عن المساءلة وعن السجن. شيء يندى له الجبين، وسنظل نصمد وبإذن الله إن لمنتصرون في النهاية. نعم، الموقف المصري ثابت منذ البداية سيادة السفير، يعني في دعم القضية الفلسطينية وعلى دعم طبعا أشقائنا الفلسطينيين في يعني قطاع غزة من خلال طبعا سواء سياسيا يعني أو حتى إنسانيا من خلال إرسال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الحقيقة. كيف ترى الموقف المصري والتأكيد الدائم والراسخ على أن مصر تتابع دائما التطورات في قطاع رفح ومستعدة أيضا لأي سيناريوهات؟ في ظل هذا الألم الذي يعتصرنا نتذكر اليوم مناسبة عظيمة في التاريخ المصري. لا. اليوم العيد 102 لإنشاء السلك الدبلوماسي المصري الحديث بمناسبة استقلال مصر، وهو يوم إعلان 28 فبراير الذي أعطى مصر استقلالها عن الاحتلال البريطاني، وفي يوم 15 مارس بدأت وزارة الخارجية تمارس عملها من 102 سنة، لكن التاريخ يعود لأبعد من ذلك. الدبلوماسية المصرية بدأت عندما ذهب الجيش المصري ليحرر اللاذقية وفلسطين من عدوان الهكسوس، وعندما ذهب صلاح الدين الأيوبي ليحارب لأكثر من 100 سنة حارب الجيش المصري الغزو الصليبي. لأن طبعا زرع إسرائيل هو زرع دولة عميلة للاستعمار، والذي اقترح هذا كان نابليون في العصر الحديث، ثم وعد بلفور البريطاني، لأن يريدون أن يقيموا دولة تفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي وتجعل الاتصال العربي مستحيلا. نعم أبدا، سنتصل ووسائل الاتصال يعني صارت تتخطى هذه المسائل الغبية، وبإذن الله إننا لمنتصرون. لكن أنا بس مش بشكو إليك منه هو النفاق الأطلنطي الغريب، يعطينا وجه ويعطي إسرائيل وجه آخر،
يعني يحاول ان يوقف القتال ويعطي اسرائيل اسلحه ويعطيها 14 مليار دولار مساعدات. نعم. من دوله كادت تعلن افلاسها الولايات المتحده. ففي موقف متضارب، واي انسان عاقل لا يفخر ابدا بالموقف الغربي والموقف الامريكي وموقف الاطلنطي. نعم. سيد سفير، يعني أعول على أن حضرتك تكون متابعنا دلوقتي وشايف هذه الصورة المشرفة الحقيقة للجهود المصرية لتوصيل المساعدات للأشقاء في فلسطين، ألاف الشاحنات المحملة بكل المستلزمات والأدوات والطعام والغذاء والأدوية وما إلى ذلك من يعني وسائل الحياة للشعب الفلسطيني بعد هذا الصراع يعني منذ يعني 7 أكتوبر الماضي. حقيقة أنه جهود الدولة المصرية مستمرة منذ بداية الصراع، سواء يعني من خلال البر، من خلال فتح معبر رفح زي ما احنا شايفين دلوقتي، او حتى من خلال ايصال المساعدات عن طريق الجو. كيف ترى هذه الجهود واستمرار الدولة المصرية في الدفع بالاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لاشقائنا الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، برغم يعني استمرار قصف الجانب الاسرائيلي لقطاع غزة، وطبعا التهديد ب يعني قصف ايضا رفح الفلسطيني؟ جهود عظيمة وهي ليست جديدة علينا، ويكفيني أن منظمات الأمم المتحدة تشير إلى أن المساعدات المصرية 3 أضعاف كل المساعدات التي جاءت من العالم، ولن نتوقف عن هذا. أما التلكؤ في منفذ رفح الذي تقوم به إسرائيل فهو ليس بجديد، وأنا أذكر وأنا مدير إدارة إسرائيل أن كنا في مرة كنا بنرسل شحنة ألبان لقطاع غزة تذهب الى رفح، يقول لها روح النسان العوجه. نعم. يروح العوجه يقول لهم ما عندكوش تصريح، يعني التلكؤ ده موجود وتعاملنا معه مرارا. ولكن واضح ان هناك خط اتصال يبقي على شعره معاويه في الاتصالات المصريه مع العدوان، بحيث اننا فعلا نجحنا مره في هدنه قصيره ونجحنا في اسقاط الشحنات من المساعدات. الاسقاط الجوي ده لا يمكن ان يتم الا بالتنسيق مع السلاح الجوي الاسرائيلي، يعني نعم. مش ممكن نروح نغزو بلد اخر لهذا السبب. فاذا في خضوع الى حد ما احيانا للرؤيه المصريه، ونرجو من الله ان شاء الله اننا سنواصل دعم اخواننا ولن نبخل عليهم اطلاقا باي مساعده. نعم تأكيد. بشكرك شكرا جزيلا سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق على وجودك معايا يا فندم.